الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحن كسوة لكتاب فتوى الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. حين قدم به شيخ هذا الكويري رحمه الله سوف كسوة نقلنا يا الشيخ ابن خفيف: فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزم إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله. شيخ وحو الشيخ رحمه الله كوكستو شيكته أما اعتقادية زعم أفعال القلوب كان وكمد كيسيدة عقيدية أما مركة ملاية أما بعقيدية هدو الشيخنا والمية بقصد ومعرفة أو شيخ أنه يبلغ مع الله إنه قاره يا الله لا تركيس درجة درجة قاره إسقو قاره يا ما شخصك لقاره درجة سو يبيح الحق له الله هو بنينا أيو ما حضر على المؤمنين مؤمنين توحوا كحارة أنت نمي ويسقى هو بنينا أيو حلال أيو نقنيان إلا المضرة مركا لقرر يا بوكي لو دي بقليي إنو مركا بختي عنه أما وحاران عنه سو نفته أبد باديو على حالي وحال لو دي بقليي على حال حال وحال كسو قنية هاي يلزمه أي لازم كتها واجب أي كتها هاي إحياء النفس نفته إنو نوليه وبختي إنو عنا أيو نفته كن نولينا يا مرك الله ويلي ولا تقتلوا أنفسكم إن فيه النهدي لنا داينو مرك يضو النفط هاي الصو بقتك انتو كقشافة ويلا هذا عني ما ايو السلا كل انتو يوحل اعتبارنا يوم نفتي سدلي واتو مصروق من الأجدع الوادعي تابعي ويناي لورنشري ويلي روحي حالة الاضرار اي كل عضو والنفط اي قبصته نفتي با قبطي قاتشد راديد وحكسك تاينو قل انتو السلاس بقتي وهلي وعني واي دخل النار نار تقرية وهي وقاتل نفس مسروق بن الأجدع وتابعي مخضرمين تكمدا. وأنا من قبيلة وادعة، قبيلة وادعة قبيلة الشيخ المقبل وقبيلة قديمة وكتر الصلاة سديد أمصة قال أي مسروق كتر الصلاة أختي النبي قال عليه الصلاة والسلام واتشوغي إصابة مؤمنة لكن النبي قال لماكم من مركا حال كاس هدوك السجن هو حالة الإضرار وكتشره وحال لازم كنا قنيسة إنه نفت النوليه وبختي كنا نوليه دو أحكى لواي كاس مركا لقى صور يابو. وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة قفكها بقارو حق علم جاي عبادة وحو كقاريها وكقاري بمعنى مقام صريها كقارو وعبادة بضن علم بضن هبا ياشي درجو أي أشياء مباح ونقونا يصو فضل يقيس دراديد ماها عقل يقينو كتقية وحلم إذا إني مباح ونقط درجة كمالة وقاري إني أقبنا أنا يصو حرامه قفك سيدة عقيدية فذلك كفر بالله كاسوا قال لما الله لقى قالوا باي كفر أكبر ما قال لما ذي وينيد الدين تبيل كلية لقى بحي ويرمان خلقه وحكوا واجبة إن الله عابدان وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ربك عابد إلى يقين تكو إيمانيس يعني قيرد كو إيمانيس يقين تنوى قيرد هو رب أوصر شغن سأصوى النبي عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي النبي قبا وحي أهايين غار إلهي مرول بعابد هيا وأن عبادة ذي كتبين ما يورن درجة كمالا نقارني أو هذا عبادة نمصار أشياء ذاتك كحران تأنغ النوع حلالة مرنا ما يورن سيدي مركا ذاتك غار كود مركا أي يعني كل عين وحيالها إشاكتين وشيدان كوكو كدي شيدان با كدينية شيدان كتوي ما دا يو كورن أيا هذيك وحوية وحول بوالا قاداف مركا جهل وكسو قنية هاي دراديد أيو رن موذية شيدان كوركيس رن قادنة كسالك يا بائن وسائلة بسوين بضن ومتعددة أي مركز على الشجع أو مركز مركب بلدان بدن يودن كي النبأ يعني لقى الشجع ودد أولياء لقى من سيء هاي أين تكون شري وايد دمه وقاركو الصلاة يصون مد نبأ إلا إيمان شري نبأ وحيك الشجع كي مكبر النول واجي هرام وحر عيب والمركز أني من صوفية أغلاده ومركي مجابي أنا وين يرابو يلي مركز سان قان قال ولي ما نهين اللي قام مركب وحيس دحيته من شير أما اللي بيته من شير ملها سان هبو أباه بيقول طري نين أضيع aya wuxuu sameen jiray buu yiri ramadaan ma noo soo gashay si aanu markaa u soconay isagu ma soo majirin marka saa carruurtan yar yar aan qaangaarka ahayn raashin halo kariyo baris ma noo kariyo baris ku hararta soo fadhiisay marka san ku adar miyad soomanay in kuno ni dhirin marka soo xanaaqay waruuxan bila adabka waxay wax u taran halkii uu markaas markaa imaagay buu indhaha garac wax bila adabka waa maxay damiyad soomanay ma bila adab laga dhigay ya marka ninkaasi la tukanayo salaada xaqas isaga baxa buu meelisaas iska wareeriga buur markaas waxay ka aaminsan yihiin uu dhintayo uu soo noolaaday marka takaaliftiisa iska way dhamaatay wax dambo saareen jirtay ya
نك نهيس وحتى شيء يعني مركا تلمامي مركا قصص كنوع عاسي وحيال لم يدو ويس كبدين حيال خرافة اللي إذا ذن عقل قدسك هو أبا بيسا أفس هذه مك قارب ضم بيوحي كأم سينه وإليهن بدر بك غيب قلا مك وضيها لكم كؤاسن وحيليهن مركا شهد بدرا يا إبراهيم كبولي ودكسيقان الشيخ إبراهيم لوغو مقعدري وحيكو ليهن بدر بك غيب قلا إسوكو كليانا ماها قارك لو سوماريا شيقيا وإليهن هبلي 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 بك غيب قلي بدر يا حيالها النوع سوى حوية وأساطير خرافضنا عقل قدتك وخربيس وخربيس فذلك كفر بالله والقائل بذلك قائل بالإباحة كسيدا يلينا وحو مركا يلي بالإباحة بنين وحلا وحي حارانتا إني بنانتا أي مركا كتلي هدي اللي هذا حارانتي شيء حاران وشرع وحارانتي نمية حلال مسألة واحدة بها النقطة وكفر بالله بل كورها هدي اللي هو حلا وحي حارانتا أها الشرع وحارانتي نمية ودنبا وضا بنان وضا حلال هدي اللي هكور وكفر ده وحويان مركا كفر صار وكفر كلا صار يا وكفر يفر بضن هل مسألة استحلال ما حرم الله لو عقيدة شيء إلهي حارن تنمي إنه حلال يهي شيء حارن ما دي سنو يهي معلوم من الدين بالضرورة شيء قطع حارن ما دي سوء الطهي ده وحن نغنس كفر بالله كفر أكبر بين نغنس والقائل بذلك قائل بالإباحة إن مركا وحول يبنايهين وامد عرنا يوي وهم المنصلخون من الديانة وانا كوا كحوب سيبتي يعني الدين كأرن انسلاخ وحلو استعمالا مركا الشيء لقد دحبحه يا انسلخت الحية من جلدها يعني مسقبة وحك حب سبتي يعني حب كيسي وكرح بحال يعني ساسو كلا الدين كي وحب سبتين وقبح بلغت المميه وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله نحن اعتقد سنة وحكم إذا ترك إطلاق العشق عشق إن القصف أيه إن اللي اسكد أيه على الله الله القصف أيه إن تاصل لقدته قول اسكد أيه وبيّن وحو عدي أن ذلك لا يجوز الاشتقاق نصف قروح قريان ويبين وحل عضينا يا أن ذلك لا يجوز الاشتقاق إن نوبنانين اشتقاق لقصر اشتقاقين مادلة ولعدم ورود الشرع به يا الشرع إن نكس أرورين دراديد لبصة ودبا اللودي ذي إن عشق إله إلا قو إطلاق أم القصفين مذو حوية وإن الشرع كس أرورين وحلها لقو إطلاق إلا القصفين يا نوا إنو مركا النقضاء شيء شرع كس أرورين توقيفي وصفاتك إلهي أسماء إلهي وتوقيفي مرلباتك مادة اشتقاق إذا معناها أي كإنسان يسلفت إذا واللودي دي ما سيعضين دونا إن شاء الله وقال وحو لأدنى ما فيها أنه بدعة وضلالة وحو غير خصوة وحو ويان إنه مركب بدعية هي إبادي إن الله الوصف في يوم مركب أمال قو إطلاق عشق أما اللي يلهذا وحو ويان مركب نعشقه أما إساق عشق الوصف في يوم إطلاق أصبع إلا استعماله وبدعية إباديوي والشيء قو غير الوصف في ينكربون وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية وحو الله المسكرية الشيغي أو الشيغي استمركا محبة للشيغو محبة الله الوصفه يخلو خلو دون والمي ده يدون واصفها واسوار ورطي أي يكسو قنت كفاية يكسو قنت مركا الخلة يا المحبة دبا وخسي عضين دونا لبضو حو الله إله الوصفين يوي لكن عشق ما عشق رب الوقت إطلاق ما عشقه عشق يعشق عشقا وباب فرحة شعيلك وآي الله استعمالا مركا علماذه إلا ديدا يو إسلو قليم علماذ محققين تي إلا ديدا يو إسلو قليم لكن صابت أي نوعا ما إسكو خلافين بعض أهل العلم وحينا وحلو ديدا يا لعدم التوقيف إن النص الله ينين قرآن يا حديث شيغا يا إن الله إن الله لقوة طلاقك هرو أما الله استعمالك علماذ غاركو تاسيكو قابصدين علماذ غارنا وحينا هذين مادة لفتي دا أيا مركا وحوي أن إن لقوة طلاق أيني أهينو معنو فاسد كوبسنس وعشق وحل إلى هذا وحب مع شهوة وحب الشهوة وهلسو ما دام حب مع شهوة ويهي ربي إن لقوا إطلاقها مناسب نقمس بعض أهل علم ساسي هذه بعض كرع رمى كم إذا وحي إلى هذين عشقها وحكتشرة محبها هذا لكن نوع تعدي كتشرة تعدي سواء محي قفك عشقها لا إيمان يا كو مركو هرين نفسي سو كتعدي مرلبات كان عدة مركو وشعلانه يا يكو تعديني علا إيمان يا تصرفات أن مركز حم مناسبة هاي أي مركز ساكو كعيا والنفتي سنة تعدي وقص جي هاي يعني عدة مركز أولي هاي وان شعر هاينا وكنت تعدينا مركز ما دام مركز وحان يعني وكوب صنايو يعني عشقي تعدي وكوب صناي إما على نفسي وإما على غيري ساس أودد مركز الله ما استعمالك مركز لبض الصابوض الكلام للشيء عدم ورودك واضح
لكن لبدا سوابد الكلام للشيخ لبدا ميد ولبا وح كان سنية إن الله لقوا إطلاق كريم كو مركز اللي يرهدوا حب مع الشهوة يا الله مناسب ما الله مناسب ما سأسأودي وإن العورن مركز مركز حوان الله با الله يعشقه أما مركز أعشقه مثل نبا وإن لقوا استعماري يا مثل نبا وإن مركز لقوا استعماري هذه النوع تعدي قال يا جو لفتيسة حب تعدي كان سنة يا إنه استعمار ما والله كو إطلاق الله كو إطلاقه تاسنا وحوي إنه مركز استعماله تاسين واحد تاسأودت بمركز اللي يرهدا دتك قارك هذا عشق كل خلل بكوي مادة يعني مركز إلى وحوي مركز أي جيران حد الجنون دتك قارك هذا مركز ويان وحي مركز أي يعني عاشقين أي وسو رجل ويدو يعني إنه عقل ودي في هذه سو خلل كوكانتو تصرف كودي حماضه أما حنون كوكانتو أما بجيري أصابته يعني مركز كل ذلك يعني وحوي وشيغان العلامة ابن القيم من كتبه صغار كذا كورما أهم شيء الداء والدواء وها وكذلك ابن حزم في بعض كتبه وكورما وحاب الشيء قال مركي سمركا قار إني مركا أودنتين أيام في لي إنه شيء جري ابن حزم مركا على كل حال تعدي النوع السنة وحوي و وكيم الداء مركا صدح صوابع منع وكان صنيع هدي وحوي وقصنا لها وناجي كمال هذا قصنا لها نصوص تلقوا الشيء اللي هاي والله بالقص فين له أما لقوا إطلاق له ما رح ضين يدعين كل ذلك إن لقى جاب صدوي أن مركز رب لقوا إطلاقه مركزنا ما فيها إنه بدعة وضرارة مركز أنت رب الشيء أو ودي قاء أو محبة قاء أو خلظة قاء كل ذلك أي كفاية قص قنت يعني أنت مدوا لبوا أصهرت الله سماه سوى حكمة الودود يعني وحوي يعني مركز ودي يحب يا خلة أوصاف تاس أي مركز وحف في عن نصوص تنكويني وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات لا يحل يا لا يحل لبذا ميد والبال ونكرا حل مركز تهيب حلول كي كسونا شاهها حل يحل يا حل يحل لبذا والله استعماله سيدا قاموس كي غير كي بكسوان يا كتبك بكسوان وإن مما نعتقده وحكم ذا وحيارا واعتقادنا إن أن الله لا يحل أما لا يحل في المرئيات إن الله دح دقين وكل حسونانين مخلوقاتك مرئياتك وحلوش هذا مخلوقاتك أيالوش هذا وإلهي في دار الدنيا لكم أركو تعلموا أنه لا يرى أحد منكم ربه حتى يموت مركا مخلوقاتك أشياء لا أركها يا الله كم دحسون هذا بمعنى مخلوقاتك كم دحسون هذا مخلوقاتك مثل الحق له وكل حسون ما وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته وحكروا كم إذا وحن اعتقادنا إنه إنه الله يهيك لك للنقضي بكمال أسمائه وصفاته مقعيدي سياسي فوين في سبعين دميستري هي وكلك اليوبي بائن من خلقه خلقه جيسنا ميتك بحسنوي مستوين على عرشه الله عرشه سوا ميتك كرية يعني كرية نساق أم مناسبة يعني عرشه مخلوقات كتوننا إلهي ومباهنا رمانا إلهي السقاحية وأن القرآن كلامه غير مخلوق قرآن كإلهينا كلامه وهذا الكإلهي غير مخلوق ومضا مخلوقهين وخبر بعض الخبر أحكالوا بنان غير مخلوق ناتله هذا نصيب سانة بنان حالا مخلوقهين حيثما تلي وحفظ ودرس يعني ملك استوى لقو أخرية قرآنك وحفظ لقو حفظه ودرس لقو برتو لقو يعني مركة دراسية لقو برتو قرآنك مخلوق ما يعني مركة لقره هي مركة وحوية هي مركة لأخرية هي مركة لحفظه مرنا لورن ما يو ومخلوق لورن ما يعني صوتك لقو أخرية ومخلوق شككم مسونا هذي حاشي لقو قره قرالك لقو قرية أما مركا خطك لقو قرية أما حاشيدة لقو قرية يعني هو مخلوق مخلوقوي لابت لقو قيبية هو مخلوقة أضعونك مركو لابتي سكو حفظه يمركو عربكي سكو أخريو يمركو قعنتي سكو قرو كل ذلك وحوية هو مخلوقوي لكن كلا قرية إلا حفظي إلا أخرني وكلام الله وغير مخلوق وكلامك إلهي مخلوق ما لكن صوتك أين مغلينه القرآن كي لقو أخرني الصوت صوت العبدي صوت كأنه مغلينا والصوت كأدونك جبريل صوت كإلهي بو مغلين الله باكو أخرين الله يتكلم بصوت وحروف إلهي عضو أكو هذلا حروفنا وأكو هذلا صوت كإلهينا صوت كمخلوقات كلمة بيضا لكن إنه صوت كأنه مغلينا وصوت العبدي لا صوت الله صوت كإلهي صوت كأدونك ونأسكو منما اسمنا شبهان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مركا وحوية مطلوبة يعني لأخرين إياه إلا قيب إياه إلا حفظ إياه وحوي وكلام الله وين قرآن كمرك الله حفظه أما الله قايبه أما الله أخريه ده وحوي كلا أخرنا يا وكلام الله
وأنا غير مخلوق. شيخ حنات المام رحمه الله وحن اعتقادنا إنه إن كم تهي إن إلهي مخلوقات كيسة كل حسقنين وحال في مخلوقات إن وهين وإن الله بذاته في كل مكان لم يلهد إلهي ذاتي سميل والبقص وغن الأرنما حاشا وكلا إلهي واكو الرئي وعالي باكو الرئي مخلوقات كيسة الله وكب حسيه بائن من خلقي بائن من خلقي خلقي يسوى كب حسيه مخلوقات كرنا إلهي واكو الرئي عرشي يسوى كو الرئي وحلك لنا قضي مقعيد يسا لما يسكترن يصفات كيسة لما يسكترن أي الله لك ليه يا كمالك إلهي وحقاري يا مجر كمالك إلهينا كمالك مخلوق لهم إذا عن مخلوق هذه كمال لو صفيه دي مقاري يا كمالك إلهي صفاتك إلهينا صفاتك مخلوقات كيسة لهم إذا معني مش بهن صفات إلهي صفات مخلوقة مش بهدو صفات مخلوقنا صفات إلهي مش بهدو تشبيه الله بضل نوع من ده مجر يا مشبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري وحول الروح كالسوك شبه إلهي خلقه سوى قالوا بي لأنه كذب القرآن ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تضرب لله الأمثال نصص التشبيه دي ذي سي أي دبيني مركا وقالوا بي روح مركا إلهي خلقه سوى شبه ومن جحد ما وصف الله به نفسه وكفر كوك الصدفرة وحال الله يسكسي فيين سقنا وقالوا بي سقنا وقالوا بي كما نصقنا وحال الله يسكسي في أما رسولك صلى الله عليه وسلم الله يسكسي في وحتشبيهك مجرم الله فذو إنه سوافقه تشبيه لك هذا المعنى اتفاق الأسماء لا يقتضي اتفاق المسميات والحقائق أطيعون ماذا إلى هذا أسماء ذو إنه سوافق ذا ألفاظ ذو سوافق ذا ما كإنسان إسو إنه يحوي مسميات كي حقائق ذو إنه سوافقان تماما كإنسان إسو لكن قدرك المشترك قال دين معنى القدر المشترك وكا كإنسان يفهم المعنى لفظه إيه لفظه كريا إسكم ماذا هو قادن إنه أي تهي وحوي اشتراك لفظي فقط واشتراك اللغوي بيه اشتراك لفظي اشتراك معنوي اشتراك لفظي وحوي اللي بشي معنوه ذو كلمة دوني هي أي وحو ذا قام بتشرين لفظي كلي كده حيو كسوح على اشتراك لفظي النوع عليها سنة نوالقوم مقعب سنة نوالقوم مقعب سنة المشتري المشتري مروح على إلى ذا يعني كوكب من الكواكب السبعة السيارة كواكب تواوين مركبة تضبضها كوكب كم إذا أيا وحى إلى ذا المشتري وحكروا المشتري إلى ذا شخصي وحسوي بسدي حاكر الحياة شخصي وحسوي بسدي يا كوكب كا لفظي بس مذول بالغو إطلاقا لفظي بس بكر الحياة نعم حلورنا يا حلورنا اشتراك لفظي لفظي بس بي وذا جان معنا كل من يو سكين يو أكر الحياة مشو اشتراك معنا ويا محي اشتراك معنا ويا حويان والشيء مركا لفظي ولفظي هل لم يذا هذا لكن معناها أنا وحبي وذاقان علم الله علم المخلوق علمي وحباك الحياة وجود الله وجود المخلوق وحباك الحياة لكن هذا التشبيه ما هو قدر كمشترك أهي وحوي وكلي ومعنى العقليين أيو لقرنا أيو أو مركة كل أه شريتان لكن شريتان كمرنا وحن غنيا مضاف إلى الله وجود الله مرنا وحن غنيا مضاف إلى الخلق وجود المخلوق يعني تشريتان هكذا حيو لكن تشريتان هكذا حيا وقدر فهم المعنى كإنساني هذا مرض لكن ماذا والبا محاوه هي مركة الله إضافية إضافة ذا بيانه ما عضينا وصفاتك وحي لي يبيع علماء ذو إلهدين صدح اعتبار إنه مطلقتها ووجود كلي اللي إلهده علم كلي اللي إلهده إن لا إضافية علم الله وجود الله الله لا إضافية إن مخلوق الله إضافية علم المخلوق علم العبد وجود العبد وجود المخلوق يا مركا الله إطلاقه ما حيكون دعي على مدى وحي لها فليست الاعتبارات الثلاث متساوية صدح ذا اعتبار مصر إنه اسكو معنا ماها فرقه ودحي وامحي مركا الله إطلاقه لبضى إضافة وكمرينيها هاي وحيكون دعي وحكا دحي يا إدراك لها ليلة يوح الله أقوان سنة يبس بيكون دعي أقصد مركب وحوي علمي لا إضافة إلهي علم إلهي أخاص كأ يعني جهل كهرين يعني نسيان هليلين عام كوح والب الله أجهي جملة وتفصيلا وحق قرسومي أني كريم الذات جاء الله أصق ناضي أعد قطفض شيء أني كريم أعد سيسي أني كريم كاسي كل دعي خصائصي إلهي با كل ما أنا نسي مركب الله لا إضافة خصائصي با كل رن معنى وحي نقول سوى علم مختص بالله تعالى وعلم الله بقرار قدر كي مشترك قار متاق نساس أويد التشبيه كيما ما
مركه مخلوقه لو اضافينا وحو دحي تي وحو هي عجز مخلوقه يا محدود نمديسي يا ضعف فيسي باكل رب وعلمي سو علمي وحولب ووقي هي ما قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو وعلمي سيدي سنين وعلم ان سيدي سنين وما اوتيتم من العلم الا قليلا وقليل ووحير يعني وحوي علمي الهي وعلمي واسع علمي واسع خضر وحورني مركا علمي يا علمي ضد مستاي لا يسكدر ومركا علمي الهي لو ايغو كما دغنا مويان الشمبر افكا جليسي بدا او سدا وسنص ان سدا شيغيان فليا وكما قال المهم فروق با لصوتا او علمي الله يا علمي مخلوقه اضافه مركا لا اضافيه مدبا مدنا الله لو اضافيه مدنا مخلوق لو اضافيه فرقيا راعي يا فرقيا ذا سكينيه ان ان مركا اشبهين فرقيا سكينيه صفك الصنع وعينكاس وصفاتك الهي كم اذا خصائصتي الهي بها راعي مركا الله لو اضافيه اضافه ذا بيان عضينيس ان اي تهي صفه الهي اكار وانه المنفرد بكمال اسماء وصفاته باين من خلقه مستوي على عرشه الهي عرشه سو كوريه كوريه اسغه لائقه ماها عرشه مركيس وحان ايا قاضي ماها إلهي عيد مقاده يعني سقى مخلوقات كردان هيا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وحول بين إلهي غني بكي هو كم أرمي وحول بهي مجر مستغن عن عرشي ومن دونه يعني وحوي أن إلهي عرشك إيا وحوي خلق كلبا غني بكي وغني عن العالمين قرآن كنا وكلام الله وخير مخلوق هرنا وأسوارقني مخلوق ما وصفة الخالق وصفة الله وكلام الله كلام الله إنه وغير مخلوق ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا حن اعتقادنا إن الله تعالى إسقى كرية اتخذ إبراهيم خليلا إبراهيم إنه كي شيء خليلا مدو آذ أتش عليها إنه كرقت واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا إنه كي شيء نبينا نبينا محمدا محمد أه صلى الله عليه وسلم خليلا مدو آذ أتش عليها شعيل درجة الخلة قارية وحبيبا يمدو أتش عليها آذ أتش عليها إنه كي شيء والخلة لهما منه والخلة تشعيل كدرجة الخلة قارية اللهما لبدو أو تشعلاده نبي إبراهيم والنبي محمد عليهما السلام منه حال خلة سي حق الله إيكا أهاتي والله تشعلان تشعيل كخلة قارية على خلاف ما قاله المعتزلة وكسوغي هاي سيدة المعتزلة أرانيان سيكدوا بكسوغي وأن الخلة الفقر والحاجة وهي المركة خلدوا أي تهي يعني فقر باهدة والحاجة باهدة إنت الخلة يا الخلة كردون الخلة وشعيل كاس يعني مقام قاري يا تكوين خلنا وحوية وحاجة وباهدة الخلة وباهدة وين ساساوي ذا خليلك وحلورنا يا مركا اللوغتش يذا من الخلة إلا كياني يعني بمعنى المحتاج وكيبهنا وكيبهنا يعني مركا الفقير المحتاج من غنس مركا قل يها معتزلة وحي الهدين واتخذ الله إبراهيم خليلا خليل كان من الخلة ما هي ومن الخلة هو مركا حاجة ذوي خليل مركا وحلوغة شهدا ميد الله أباهم بو الله كاركتا ساسي أقلعيين معناها النوع عاسي وغة شهدا ومعنى باطل خلا يقدر لنا الله بأباهين لكن وحلوغة شهدا من الخلة لا من الخلة مركا خلة لكن يقوح حنبارين مركا وصف إذا مركا ميد والبو حلورنا يا خليل وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا مالي غائب ولا حريم سيد شاعركم مركي سبيت كويلة سوقاتين وإن أتاه خليل يوم مسألة يوم مسغبة وأصول نقريان هذه مدباهني ويمادو يوم مسألة المالين مركي وحي بريو أما يوم مسغبة المالين قاتشو يقول لا مالي غائب ولا حريم وحورنا يا حوله يقول من مغنى قال لقود دي دينا ما وقال لقود دي غيو يا لقود دي دي مايو من مغنى إيوات شوغان أول لقود دي غيو marka khaliil kaas waxa yiraahdeen sida looga jeeday ki baahna ayaa kana looga jeeday halka nuskhada waxa ku dhacday yaani marka an al khullata al faqr laakin sawabku waxa tahay an al khullata al faqr in khada al khurigo ayaa saxan way mu'tasiladu yaani waxay u fasireen haajadi oo khullada haaja uma jeedin way luqad carabiga taasi mid ku sugan ma aha ee khalladay u jeedeen in khalla laga soo qaatay oo khalladaasi ay tii faqriga ahay tahay khaliil kaas marka min al khallay إلى أن قال إلى أكيل والخلة والمحبة صفتان لله تعالى هو موصوف بهما إلى أكيل العلامة ابن خفيف رحمه الله والخلة خلد والمحبة محبة
marka khulada ay akhas ah mahabbadu waa aam yada aam ah khuladuna waa akhas marka cid kasto allah khaliil u ka yeeshay waana jicil iyo xabiibna waa u yahay laakin cid kasto xabiib ilaahay ah inuu khaliil ilaahay yahay ka dhalmis khaliilki cid baa lagu gaariyaa cid baa lagu gaariyaa labada nabi buu ilaahay ku gaariyay nabi ibraahim waxa lagu sheegay inuu ilaahay khaliil ka dhigtay quraanka نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو الشيغي إنه إلهي خليل كدكتي وحو كشيغي أحاديث الصحاحة أبو كشيغ البخاري مسلم يغير كتب سوريا إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا أحدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا نبي عليه الصلاة والسلام وحو الشيغي يعني إلهي بان أقبر إنه غنيا بذي خليل كي أهي مركيسا إنه إذن كم بالنقضه إلى هايبان مركا وقبري نقنين هدي لكن أن كي يلان لها أحد أمضى إذا كم إذا خليل أبو بكر بان كاريغان لها هيا شيء إلى هايبان يقرر خليل كما اتخذ إبراهيم خليلا سو إبراهيم بخليل وقرر سو إبراهيم بخليل وقرر أما حديث كلا سور يوتل ماما أنا حبيب رب العالمين أنا ماذا وحر ينسان ذهن ما أصحن وضعيف يعني ما أصحن النبي عليه الصلاة والسلام يتكسغن ما أها لكن خليل ماذا هذا يشرت حبيب ماذا إنه يشرت شك وما صنع نبينا عليه الصلاة والسلام أصحاب تعيد وخليل كرك تيمشون هذا محل وحن باريا أحاديث ذكر الدوان سؤال ورطي أصحاب متعدد أي أورنا يان أوصاني خليل كذا يا خليل كي يقبل سائد ترتارمي يعني شوابت وحي تهي نبي عليه الصلاة والسلام خليل كمرجا لكن يجا يجا حق عندي جودة رسولك خليل كرك تي لكن رسولك صلى الله عليه وسلم يجا خليل كمرجا سأسأوديد كما هو رمان إيسو يعني مركا حديثك إنو الشيغنك هو رمان ميس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل تاك هو رمان ميس وإنو إيسو كردكتو أي يكبر إنو قضي لكن يهو كردكتان كما برنو قن تشعيل كنواتري النبي عليه الصلاة والسلام وشعلا يعني وحوي متقين تا محسنين تا يعني وحوي يددك وناك سنين وشعلا واجرتي قار كودنا واشيغي دين وشعلي يا واشيغي أي الناس يحب إليك قال عائشة قالوا من الرجال قال أبوها قال ثم من قال عمر يعني وحوي النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصحابة قال كود بشيغي إنه مركة شعري وآذو شعري يا معاذ إنه أحبك أنك شعرها يعني وحوي إصا إصا سمي وهكذا مركة خلد وأخص محبتنا وأعم وأعم إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله تعالى هو موصوف بهما خلد يا محبذ ولا بصف الله أسقناضي هو موصوف به ما ولا بذ بكس في سينه وكذلك الود سونا ولمد نصوص توكيمي اسم كيلهنا ولا قاضنا ولا تدخل أوصافه تحت التكييف وتشبيه ولا تدخل مجلس أوصافه وصفين كإلهي تحت التكييف كيفية إن الله شقي قاب يا والتشبيه شبهات صفات كخلق يلقو شبهه قلميس وصفات الخلق صفين كخلقه ومن المحبة تعايل يو الخلة يعني خلاء وشعيل كما قامك قارئات كأسرية جائز عليهم الكيف وعكوب النان صفات كخلقها يعني كيف مركا أيكوب النان إن كيف أنو قرنو أما كيف أشيقنو أيكوب النان وأما صفات الله تعالى صفات كإلهي مياه فمعلومة في العلم ومذا لو قرن أيوه حقا أقون توالقو قرن أيوه وعلميهان ولو قرن معنى هذا نوال قرن وموجودة في التعريف وأنا كسو قنتهي قرنسين تأي الشرح حدنا وكسو قنتهي ولا الشيقية بل معنين يا معنى هذا نوال الفهمية قد انتفى عنهم التشبيه وحكم غناظه منتفك النغضي شبهاد وكم غناطي ومركا مد أن أسو قنين بين نغطي فالإيمان واجب إلا الرمية وواجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط كيفية قارة إلا قوية لقطعيانة ويكرد عيسى وكما سقنا وكيف يوم الشيكر وحشيخ ونات المامي رحمه الله صفاتك إلهي إن كيف أين نقرنين صفاتك خلقي إن وشبهنا أين أهين يعني كيف أين نقرنين إن صفاتك إلهي نمتشو ولا يحيطون به علما إلهي علمي كوكو بما يان كيف يذن الله شيكو صفاتك إلهي وحكمت من باب الإحاطة بالعلم نوع أين علمي لكوكو بنوع سيسو قريس شنذي أين قرنين كيف كأيتهي إن إنا قرنين سينو قرن كرا صفاتك إلهي كيف كيهين يا ذات إلهي كيف كطاي يا لا يعلم كيف هو إلا هو علم ذو قاعدها وحيد ذان لا يعلم كيف هو ما قرن آيه سدو الله يهي قرن مايو إلا هو إساقم ويان عدك لقرمس يا
أعلم الناس بالله تذكر كي الله أقوي قاني وأقون تبضنا لكن النبي يقول عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له وحي لي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أي آخر أرني إله يمكو بايو أمانا كو أمانا يكو أنت كما أثنيت على نفسك وحد كسو أنت يساسو أمانت يا أمانت يكو بمي مركا وحوى إلهي كيف كيسا يعني مركا خلق وقرني ما أطيع علماء الإلهذان أهل السنة صفات الله معلومة لنا باعتبار مجهولة عنا باعتبار الآخر صفاتك إلهي سوى وقرنينا سنة وقجاهلنا من حيث المعنى مركا لقاء يقوى وقرنينا معنى مركا لقاء يقوى حق كيف كي يكون هي حقيقة مركا لقاء يقنا جاهل بين كنهم وقرنينا وحيكون لسنتي أثر كي مالك ولا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة استواء ولا يقان يعني معنى سوى معلوم ولا قرنين قرب تحريفية وحيدة هذين معلوم وحيود شيء ذا لفظ ذي سال قرنا يعني استوى تهي حفا إذا كنت يعني مركا لفظ ذي على قرنا مو يلاذ معناه بالله من قرنا يعني حوي الاستواء معلوم استواء على قرنا والكيف مجهول كيف كانوا ولا جاهل ولا ما قرنا لفظ ذي لو حلو سوري الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول لفظ ذي أكله أساند بدنه كل دون بقصة أروري قاركوت صحيحه قاربا كدو وضع لفظي أنسي حديثة الاستواء معلوم والكيف مجهول ويا لفظي كلمة كدونا إني قلوا عيان لفظي خلية لفظي أنا واسكو معني عبارة عن رواية بدنو كالدوان بالوسوري لفظي كلاقي لفظي أنا فرق مرحي الاستواء معلوم يا الاستواء غير مجهول وبمعنى واسكو معني ويا مجهول يا معلوم غير مجهول يا معلوم وحفرق يا ورحي مجر شيء هدو معلوم يا غير مجهول لوايا غير مجهول هدو يا ومعلوم لا فرق بينهما فرق يا ولحي مجر تكال أهل السنة والجماعة وحي قبان بل عدة السنة وأبتر سطور لم يوحي قبان إن أنا وحوي صفاتك معلومك يا مجهولك أين واصدة ولحي أبو هاشم الجبائي بأي يلي مركز واحد ترتاح لا معلومة ولا مجهولة واصدة يعني حتى الأشاعر والماتريدية والكلابية والسلف عدت واصدة ولحي يعني وحوية معلومة إيه مجهولة ما جرت أبو هاشم الجبائي المعتزلي من أئمة المعتزلة أي ليمي صقنا وحلق الدرية هذا الكاس وحياله مع غير معقول كان لفهم الإنسان مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي لا النظمي هذا المركز أحلق النظمي ولي وحياله الله الشيقة أنا المركز أحلق يعني أن لفهمين أمه قنا يدين عقلي قلتها يا دنا وح لفهم يلا قرنا يا أنا هاي وحكم إذا كسب كأشعري وشيو تحديد كيس يسوق خلافه الشاعر هذا كسب كيسوق يان تعرف كيسوق ما يجي ماكو إضرابة أنت هسه تعرفه كردون كتعرفيه عن في لي قاركود إن تلمام يشيل دوري طبعا تعرف وكردون إنه يالن قاركود مركز أي كرد جين قفك إنه يهيب مجبور إلى بعض قد أي لهدين الإنسان ومجبور حقيقة في صورة مختار إنسان هو مجبور ودر قصية هي حقيقة هان لكن مو قال كيس هي الصورة دي سأو حيو أكتهاي إنه وحكرة دورنا لكن حقيقة بده حكرة دورنا ما قدر بقى سكول هنا يسكت ما تقار كل سيد هذي أكبرته ده كمان رزق يدسوق يا أكيم دي وياه عبارة الله بعد أقص أبصا والكيف مجهول يا والكيف غير معقول يدنا بمعنى وكيف كي هدي أن لا عقلينا يندي جاهل بينه كنا إذا لورنا يا معقلين سواء أيوة إنك أو مخلوقات شيء هذا غير معقول يا أيوة ميد مركب وحني يعني أنا لا قرني مركب وحلا معنى هي مجهول مجهول بلا معنى على ماذا نوحي إلى هذه القاعدة ذا أم مالك الشيعي بصفات كوردن لقوة الدريرية يا أتأي ماذا سلف قاركود أي لهذين سيد أبو جعفر الترمذي ما ها أبو عيسى وما تشيده وما سهوين لكن هو إمام كلا أو أي ماذا سلف كمذا ولورنت لأبو جعفر الترمذي وحي لي النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة حكى اشتقاق هذا الكمالك يكرم بلا أي مواوين فربضن بان عبارة سون نغرسي وصدق كلنا أصول نغرسي أنه شيء إنه مركا عبارة هي عبارة أنه وح فرق يقول لحيمك وح فرق يقول لحيمك مركا لورن ما هي صفاتك إلهي كيف ملها ذات ذا إلهي كيف ملها لورن ما شيء عن كيف لهين وشيء عن شرين ما من موجود إلا هو له كيف لكن كيف كيف حقوق يبسم كيف معلوم لنا يا كيف غير معلوم لنا كيف أين قرأنا يا كيف أين قرأنا لا يعلم كيف هو
إلا هو. حتى كتب أشاعرة قرقود وقرآن قاعدون نوع صوات الممن وشيء مركا صفضة شنضة يدو لينوسي في يولي نوشي هذا ندى كيف كأشياء ذاس يكون هكوذا صفي عن أهل المين سيطة يقول أنه معاني هذا نفهمين حديث محشي صحيحان كي حديث القدس عدت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أدو مضي الصالحين توحن الدياري ما لا عين رأت وحن إلي أرد ولا أذن سمعت لقناء إلى مقل يا. ولا خطر على قلب بشر قلب بن آدم أنك صلعين مركا كيف كأي شنذو تهي سيدا يتهي قلبي قنا وما صلعين هذه شنذو مخلوقي سيدا تهي بروحات كبر أنت خارق الجنة الله يخلق شنذو أبوري كيف كأوي هاي ذات ذي سطهي صفات كسويه سيقول صلع عيسى قلبي قنا قلبي أنك ما صلع عيسى سسوي الشيطان كدو خيال كقصة طورة وكل هاي أرمي السين ويجيه أرمي السين يهي أرمي كيف كن يهي وحاوينات كتورتها قلبي كتورتها أتهم أكا مركا تشبيهنا ولا قلنا فينا يا وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف يعني كيف بكبرنا كيف كذا إلا قرتال وشي ذا أيه كبرنا لكن صفات كإلهي معناه وقرنا إنا لكن وحوي كيف ما جوين كرو وما أرن كرو كيف كاسيهين تشبيهنا وكنا فينا نوديذنا إن سود الله رمي أنا واجب ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات وحن اعتقادنا إنه حكم إذا أن الله أباح المكاسب إنه إلهي حلالي كصبضة بنان يعني حارنت أهين والتجارات هي تجارين كإنه لهي حلالي بحيث الشرع قانو الديدي يوصناعات فرسموين كوحل الصمين أيو إنه مركا وحوين إلهي حلالي وإنما حرم الله الغش والظلم إلهي وحو حارنت إنما يقرأ الغش يعني مركا غش إلا الصمين نوع خيانة إلا الصمين ووح مركا يعني خلال الكتشرو أما مركا وحوين يعني خيامة أشياء دي لقريو عنه إلا برحائي شيء عيبت لها عيبتها إلا قريئي وحيالها لم يتكأ شيء مركا وحوين معيبة إن لهم وشي سيدي وحوين أكسر إنه يهي عيبه إلا قريئ يعني مركا غشك وحرمي والظلم الظلم قنا وحران تنمي تعدي قعد لوحد قد بايو لا ظلمين إلا هاي وحرمي وما له ليه يهي ظلم لقو قاتو أما وحوين مركا نفوه ذا الوحد قد به يعني داوعس أما وحوين دريس قرية قون مدولبا أما عرض ودي شرفت ذا الظلمية ولبا حقا كسب ذا هدو اتشي ذا حقي مالكا بيكسو يدعيس وحكا الصو مركي سوحان يعني ظلمي أه دين مالكي لقصة ما يو الدنيا يعني حوله ظلمي لقو قاتو نوعدون تبه نغطي أما حوقها أهاتو أما خيامها أهاتو يعني سيدي لدونها لقو ظلمي تبقى دي هنغطو للحدي هنغطو وحوية إن لقى خياميني وساع لقى غادي هاهاتو حوق إن لقى غادي هاهاتو مركي سمركا حوانين لقل عرري يعني وحوي الظلم يوردن بسوقري ظلم يوردن إلهي وحرمه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا غشك إلهي وحران تنمي من غشنا فليس منا كي غش نقص ميا نقم بدها أتي حديث الشيقاي النبي عليه الصلاة والسلام من راشن هايو راشن إيبين أي أيو سيدا قعنت وقلي مركو قعنت قلي با قيام بي قادي قعنت كركنا وحوي حقياني كمان موقن ما هذا يا صاحب الطعام حقيقة كنيه، مركزه روبا هلايبوري، مركزه كرك ما تكيه شيء سيدتكو أركان، يعني الشيء عيب تري ما موجي شيء سيدتكو أركان، حلو قرصو بمعنى أنت ونعكسه وقصر رئيسه، يا مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحول من غشنا فليس منا، في غشنا قصة ما إياه نجمع بذهب بمعنى الضير والنجية، وهذه جيجة الطريقة دي إذا ونعكسه وقصنا، مركز غشكو ممنوع، الله وحي غش على موكل، ولو في الامتحان. حتى امتحانات كان غش القصة ميا دم بنانا شوفوا يلين جلس ولا سكت شكرا هدو حوي علمتي كلا جرنا سلين جلس كل عدونتا يا جلس ولا سكت شكرا بي لكن على كل حال غشكو مال لكم بنانا سو صحيح حوين مركا وحوين لقى سوريين ويا اللغة إلا برتا يقول ده هو علم علمي هذا كمل وعلم علمي هذا كمل يقف كنا وحوين غش القصة ميا أدي لذا وحي الشيء سواح الله وحي غش إلا منعي من غشنا فليس منا حديث كو عام عاموي عمك وحبها هي الدليل خصيصا وأن من قال بتحريم المكاسب وحنكروا اعتقاد سنها كي إلى هذا بتحريم المكاسب كصبض وحاران إلى هذا فهو ضال مضل مبتدع الدنيا لغا مشق يسنكرو وحبال لما تتشاري يسنكرو كعين كي إلى هذا وكسب مركا الله لما إمنكرو ما لغو شق يسن أيوه
على الإطلاق بحران وسيكسي له ذا فهو ضال وامد لنصن مضل ضد كلمين مبتدع بدعو له. إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء صابتنا وحي تاي خربات دا وحلا خربا يظلم يغشك خيام ذا وحوي وحي عيبتها لقرين لوم وشين يوح ونكسن معها من التجارات التجارو يمكن ميت كم إذا ما تجارتي بنانات كمان بذا والصناعات فرسموا يمكن مركب وحوي اللي سمينا هي بنانا معها في شيء وحبك قمصونا أشياء ذا سوى كهدين مركب تجارة حلالة تسوق لما ين أشياء ذا مركب الأورين يبيع بحلالة أشياء ذا تسوق لما ين. وإنما حرم الله ورسوله الفساد الله وح حرانت لما يئون يا رسول كيسبا عليه الصلاة والسلام الفساد خربات دا وحلا خربه وحرنت نمي فسادك بمعنى خربات دا وحلا خربه إلهي يا رسول كيسبا وحرمين للكسب والتجارة كسبك يا تجارة ما حرنت نمي فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة ويمذكرك للصور الشيقي وأه كسبك يا تجارة يا على أصل الكتاب والسنة سدا كتابك يا السنة دليل كودا حالي كسو جيهين وصدق كتابك يصنض أشياء اللي وافقه جائز وبنائي إلى يوم القيامة لما ننت قيامة بمعنى تجارة يكسب إلا قليل ما دو صدق كتابك يصنض وافق سن الله السمعيه وصدق خلافة يساء الله رأيما وبنانت إلى ما ننت قيامة ماذا حاران نقون يسمى حل حل يذا كم إذا حاران نقون يسمى تجارة المجلس هل كم حينو الشيء الشيخ رحمه الله كسب ضئي تجاروين كيبيوع أشياء داس إن حلاليهين وحل الله البيع وحرم الربا الله هو حلالي بيع إن وحل إيبيه أما لا يبسده ربي هو حلالي كبيع وحلال بيعي وحلال تجارتنا وحلال تجارتي والبني مكا قرآن كي السنة دي بيوعي يتجاروين كي بنينا وانا مصالح دي ضدك الله إلى لنا وإن بيع تجاروين كالبني وهي مصالح وحوقة بسنتها مصالح ضرورية هي حاجية هي كمالية صدح نوع باللقي بها ضروريات يا حاجيات يا كماليات أما تحصينات مصالح ذا ضروريات كلا يلاهدو واللحدة مركا شيء ووين إلا إلاليو حفظ الدين يحفظ النفس يحفظ المال يحفظ العقل يحفظ العرض يحفظ النصب لحدة إلالي انت الله إلاليا والضروريات كمصالح ذا ضروري قوي حفظ الدين دين كإلا إلاليو ساساودت با مركا مرتد كيلو ديليا ساساودت با جهاد كله شرعيي ساساودت با تغيير المنكرات كله رأي إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب وحفظ الدين من بدل دينه فاقتلوه حفظ النفس ساساودت با قصاص كله شرعيي كتب عليكم القصاص في القتلى واللي حفظ النفس أصل النفط الله إلالي حفظ العقل عقل إلا إلاليه ساساودت با خمر الله حرمه حد شرب الخمر خمر إلا عب حد كيسان له شرعي واللي حفظ العقل بس عقل قال الله دور الله إلالي حفظ المال حولها إلا إلالي ساس أودد بأمرك السرقة لو حاران تنمي حد السرقة لو واجبي والسرق والسرقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله توقع إنك عنت اللقوي واللي حفظ المال حد الحرابة إلا شرعي واللي حفظ النفس واللي حفظ المال نفط إيا مالك إلا إلالي أودد أي مركا لو شرعي حد الحرارة حفظ النصب نصب كإلا إلاليو ساس أودد بأن لو شرعي حد الزنا زنا ذا حد كذا الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة حفظ العرض شرفت إلا إلاليو وضد كل دور صونا شرفت ذي الوتعد ساس أودد بأن لو شرعي حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم 80 جلدة ولحفظ العرض شرفتي تدخل الى الهلالنا ولا دوري تصبح لي ضروريات مصالح ضروريه ليلى مصالح حاجيات اللي هجره بيوع عن يتجارون كان مركه الشرعيين اي وحاجياتك اي سوق لي واي الروح وحا غعنتي سو كجري كلي ما كافينيسو وحو باهنايا وحا كسوغان غعن دد كلي غعنته دد كلي وحا كسوغان سو كغاري كرا يعني وحو بالبيوع يا بالاجاره وحو باهن يحي مركيس ان وحيبسدو وحو باهن يحي ان وح كريستو اي مركه وباهن يحي مركب وحوي بيوع إيجارة أشياء النوع عاصة يوحوي رهم مدى كل ذلك وحوي وحلو شرعي ومصالح حاجياتك يا حاجياتك يعني ساس مركب بيع تجارة حلال وين مرها الدين الحلاليين إلى يوم القيامة وين حلال نغضان يعني فسادك غشك وحيالها النوع عاصة حارمة والله لا يحب الفساد
يحب فساد كما تشعر لا يحب المفسدين مفسدين تما تشعر يعني كسبك يتجارد وحلال كسبك يتجارد وحلال وبنيه سيدي إلهي وحلالي وإن حلال نقطة إلى يوم القيامة إن لها الزمن زمن هذا كم يدو حاران نقون إياه تبو حوية مركة يصح ما وباطل باطل وسي عضيني أشوه وحولي وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات أن الله لا يأمر بأكل الحلال وحن اعتقاد سنة وحكم إذن إلى هاي أمرين حلال شيء لعنه ثم يعدمهم تبدنا أن واسينين ما بعد النفي بالوعط فيا ثم لا يعدمهم دوينا مركا مواسين أيو الوصول إليه حلاش إن لقارو واسين ما أيو إقار هلا يكي يليا من جميع الجهات جوين كدمانتود إن جوين كدمانتود كواسية مرعيس ولا إذا حلال عون هدن حلاش هلا ميسي الدنيا ذا وحلا وحيا الله ووضا حاران ما دي عكرمه لأن ما طالبهم به صابت وحي تيوحو كالدوني موجود واتشراه هو اللي هلا إلى يوم القيامة إلى ما ننت قيامة لقارا والمعتقد كالرميسان أن الأرض تخلو من الحلال أرلاد إن حلاش كم النان يسكى عقيديسان الرميسان والناس يتقلبون في الحرام تتكون أي كوكت قدوم أيانون حاران دحديد وحاران دحديد أي كوكت تصرف أيان كوكت قدوم أيان حلال بأيني هلين أدو يدي حرام عممتي كسيدة الرميسان عند حلال هلي كرتان أي نكشرين فهو مبتدع ضالو ومد بدعو لأه أولو ميوي إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع هيا شيء حلاش ميل لو أكو يراتا ميل لو أكو بضطا لأنه مفقود من الأرض ما ها إن أرضه لن لقوايا يو حلال لقوايا ما إن حلال أرضه لن لقوايا يو ما ها حلاش أرضه ولقه ليا لكن وأدعي سائن ميلها قاركوت كو يراتا ميلها قارنا أكو بضطا حلاش شيخ وحنات الممياء حلاشا وإلهي حلاليي ومثل هليوي شيئا لهلي كرينين دتك ان لا يداهدو وحايد صارن حلال ان عنتان حلاشن وليه مهري كرتان الزمنه قار كود اي ارلده وحياله وحعميم اي حارانمده وحلال ان جري مايان او حن دحي كرين حلاشو الى هي حلاليه وقت ولبا وان لهلا وين الصوره قلت هي لتانك لكن هذا مستحيل نقطان لهلي كرين دتك ان لا يداهدو وحايد صارن ان حلال عنتان وحي نقنيس تكليف بما لا يطاق حنا كري كرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نفنا إلا يكلف ما يكران كيدي أود يد واحد تايم ويانا واحد كلا يكلف ما حلاش وقت والبا وإن لهي لكرا أما حديثك صار روح شيقيا الزمان باقي من دونا يعني وحوي دتك أين أبي يلين يعني محلال باي وحكعون المسا حاران تاس واحد تلمام يسا فعل كدتك لكن حلاش إن السورة قلين لقى ما تلمام وكذا حديثك لا يسونا تلمام يا إن وقت يدا قار كود حاران تبضان يسو ريبضو بضان يسو وقف كان عنين مركا حوين أي قاريسو بوركيدو قاريو أو قبارو يعني ساسو كلي مركا حوين يعني شيقي لفتي سوحو تلماما يا تدكي ووضع الصيبة يسالمورا ووضع الصيبة يسالمورا وقت يدو حوين أي بضطي حارانتي أما ميلها قار أي كوب بضطي حارانتي وحدعي كرتدك قارين يوحكا قاران وفي بعض الأحيان أشياء قار كود يقو أن أقين عند بعض كم يضعي أصيبان لكن وحي إسكاقر دوري كران أما كتورعي كران أما إسكا إلالين كران واجرته وحلال ومركز وحان حلاش اللي من فيه لما دي مركز مش هيخذ قارك هذا متأخرين تكمل إذا وحي لهدين يعني كسب كي ذاتك وح عمي وحوي حاران حارنتي وفربضتي مركز حلال سيد الله لا وأذكت مركز هيقارك فردين إلى حلال هدي اللي وياك ورنا مركز ذاتك أرلاه واحد يالله بحارنت وعميمته لقدر الضرورة قف وين إسكت استمعان مركز ولد واقع ما طيدي مسألة فردية مسألة حوي ومسألة يعني مركز تشيلي كرتها شيء إلى هاي حلالي إلا بين لوين وشري كرا وين اللي هالي كرا هدي مثلاً أوكل اللي يلاذو مركا حي مال بيد حارنتي أي مركا عميمتي تدك واحد صارن مال حلال كهلا يوم بشرتي مش حلاش كهلا يوم وين التقان فرضاً وتقدير هذي تاسل عضو هدي مال حارنت وخب ضنطاي حلاش ونيرتا هنا وين حلال ميرتان وحلاشة وين ريت سدان حارنت إسكيل عليها فتقوا الله ما استطعتم أنت كاري كرتان الله كبقى مركا روح يلاذو تدك دمان حارن وبيكون قد قدوميان حلال ما ترى أرلاذ إن حلال وكم الناطي ومبتدع لنصوي ويأدي الذي نصصت خلافه ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه ومما نعتقده وحن رميسنا وحكم بذا أن إذا رأينا هذين أرقنا من ظاهره جميل مذ مقالكس ونكسن يهي لا نتهمه حال أن أنته ميسنين أين أرقنا في مكسبه كسب كيسة وماله يمال كيسة وطعامه عنتذيس أين أنته ميسنين حال أن أنته ميسنين أين أرقنا جائز أن يؤكل طعامه
وحبنان عنتدي سئل عناه وبنات نحط الفائدة وكن جائز أن يكر طعامه وأنا دع كرتان لفتي إذا حال بينك قد الجملة ذي إيه هدي أي لقوا خبر لفتي إذا جائز إلا هو خبر بعد الخبري والله بخبره خلدا بيوي منته ميسن إنه وأنا بنانته عنتدي سئل عناه سأنا وصائخ والمعاملة في تجارتي وحكروا بنان أن يؤكل يكون عطفنت مستر كمنصب قائه والمعاملة معاملة ذا بنان لا معاملة أيه في تجارته تجارته الغلام معاملة أيه وبنانته بمعنى أيه وحلقة يبيع أيه وحلقة يفسده وبنانته فليس علينا الكشف عن مالي إن مصر رأي إن المركب حوالي يعني بارنو حوريس حوريس إن بارنا مد واجب إن أبو أمه ويظهر كيس السلامة كم غض ظاهر السلامة من هذي ظاهر كيس السلامة يا هنا يعني السلامة ذا سأل الغلام رقمه قرينة هذي ده أي مركب تشرته وقار قرينة هذي لكن ما شرت قرينة وناقب يكون شرته من ظاهره جميل لا نتهم في مكسبه وماله وطعامه فليس علينا كشف عن مالي مالك يسألون باربارنا إن مصارا فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط هدو ويديا مد ويديا على سبيل الاحتياط والضمرك وحوان يعني احتياط يعني الددال يسكه بسعة احتياط كوا شيء أنقفك مركا واجب كوا هاين إنه مركا وحوان يسألون السيادة أو السمين أيو أو يسألون يهي مركا وحوان بلادو يسكيرا وتورع هان ويديني على المرض أهانا يسيلا يسكه بصو بس قلبه وقصي حصله جازة ويبنانت لكن واجب ما واجب ما بس التورع احتياطه يدداله يسيد دداله يسكسه بصمي لكن مدل لازم كو أما والله ما أرانا يقفضه بصطيم ويانا وحي سمركة التفنيد دي ودعنا أقاتي إنه وضع حلالته وحي ستأهيم ويانا قفك لما معامل كرت لا أرانا إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ المال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوخي هيا شيء من داخل الظلمة سنسناك منقطع خليك لكن من داخل الظلمة هيا شيء كيدحق لي ظالمين تا ومن لا ينزع عن الظلم يميدان كفقين ظلمك ويسكدينين وأخذ الأموال بالباطل ظلمك كعظف يأن كفقين حولها إنه كقات باطل ومعه غير ذلك أشياء كرناء وهلسه ويضن مركا حنا ودمريبة فالسؤال والتوقي أي في حكم السؤال أما فالواجب السؤال والتوقي واجب هو حنقنا يا السؤال إن لو يديه والتوقي إن لسك إلى ليه ولسك هو صنيع كما سأل الصديق وغلامه سيد مركا وحوي أو بكر الصديق هو يديه كره شيء جدا بدنا غلامه هو الكيسي هو يديه حلوت شيء ذا إنك أضون كها أو لها أي هو يديه وإنه كان دون قصدا فإن كان معه من المال سوى ذلك هدو مركا وهيريو حقا مالكا انتا وحان اهيني ومما هو خارج وحكا بحسن اه عن تلك الاموال حولها فاختلطا لبضو عيسكو درسمين بمعنى قيب حلال واليه قيب حراما واليه لبضو عيسكو درسمين حلاشي حارانتي فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام مقع حلال يمقع حارانتو نلقوم مقع عابا يسي اطلاقه الا انه مشتبه هيا الشيء ومركا مشتبه مشتبهات من قنية حلاشي حارانتي بأسل حق الشيء سأودي يعني مركا اشتبه بقصقا بس كود درسته فمن سألك هو يدي الصبر على ديني دينك يسوي مركا يسوي مركا براءة ذي الرادينية أو برين غنية أو دورانية كما فعل الصديق وسيد مركا أو بكر الصديق وسمي وأجاز ابن مسعود وسلمان وأجاز وابني ابن مسعود ابن مسعودي وسلمان سلمان وابنيين لبضع صحابي ابن مسعود يا سلمان إلا عني بنيين قال وحين كل منه يا وحكم بيلادين وعليه الطبعة يسقي سارنته مركز حوالي وحي الدم بيا والله راعية هذوك مرة هدان شيء كانوا قصينا يو بالذات إنه حارين يهي هدان تكو أجين وحي السنة الله بذا النوع بيهي يعني وحوي حوك هم صار يسقون إحنا هالسؤالي وروان نوعه يهلكتك كين طيب حبه سؤالي وعليه الطبعة راعيتان كدم بيا يسقي اللود بقى ليا يسقي سارنت والناس وطبقات تذكرنا وطبقوين كلا دون والدين الحنيفية السمحة والدين ودين كنا الحنيفية واتي باطل ودن كسو إيرنا يسي حق اعتقادك وحنيفية السمحة واتي سهل نيدوي حق أحكامتنا يشرعدنا والسمحوي واتي سهل نيدوي يسهل هذا أصاحب شيخ حينات الماما يا رحمه الله مسألة صابصا كسبضا موضوعا وحوق ديراضي تذكى قار كود با كسب كي أشياء ذا إسكا إلالية وح كسب ليلة هذا مصميان الدنيا كمشقيستان وصوفيه كسب كوارد العيان حيليهين قفكو هدو مركا وحوية تجارة بايع مشتر أشياء ذا قاله
قفكاس وحوي الدنيا ضرت الدنيا أي ضرت وإنه عبادة هي طاعة هي أوراد هي ذكري هي عبادة أم كتشراء مثل السكفر ديها طاعة هذا أصنكم مشكور سنة وحيقوا مركا أشياء بدعة نواب الله إيمان أيام بي حيليهين آخر أشغيس الدنيا دنك قلين حشقيسا كسب هراد عينكا ركون إلى الدنيا بعد كل عيسى هذه كلام فطلب بعض القصوة أنت مركا قاركود حتى وحي ديدا ينقور كيبا ديدا حيليهين حشقيسا هقور سن من الصوفية كم يدي وحوه لصدح قفك السمائية فقد ركن إلى الدنيا من طلب المال أو تزوج أو طلب الحديث صدح لها دون مدلي ما دون فقد ركن إلى الدنيا تروح حديث كنا الدنيا حق صورة حديث كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام حقيقة الدنيا مركا إذا مركا وكخصيا دي مذهب كودي بكرد وقينيا يا بدعية وحياليه بديدية مركا صي وحياليه حديث كلفتي سوينا سكير عرسة وعجائب يتبلغ شيء بخاري يقول مو بدعوبه بخاري قص كشرة صوفية الصومالية مس كم ذا يقول بخاري يقول مو بدعوبه والصح كتاب بعد كتاب الله سيل هو بدعوبي بخاري يقول مو بدعوبه خور قاركود مرك حديث كآخرين أيان يوم الصوفية وكم مرك حديث كآخرين أيان مسائل بلغة قاطع يفوائد بلغة عمل فرية دريشة كم مرك يسمى إيش الوك الأرجح يا وحاسي أكتو كم كشرة للتبرك بالله آخرين يا تبرك روب كم مرك اللواية العرنية مرك يسمى بخاري قا أما مختصرات كيسا متكمدة أما شوهر بخارقة أما ابن رامي شمراء أما مطول كبا هل سردية هل آخرية ربطون بي وجهة حديثي وحل سلاء آخرين يلي التبرك بالله آخرين لكن حديث كان باب سيد ودليل عنكن حديث كان حكري ليس على مذهبنا مذهب كي يغمها حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وحجة على الجميع مذهبه ككر هي لما أنبو مركز حجك وياه ومضر لنبو حجك وياه إذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ديدي كرتمجت إذا حديث النبي ديدي كرتمجت بوركي شرع بوريي نصوص بورينيس وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج من تزوج فقد استكمل الشطر ديني من تزوج فقد استكمل الشطر ديني فليتق الله في الشطر الآخر وحيليه ما ركن إلى الدنيا من دخل بين الفخذين فقد ذبح الدين كلها دينك سوى قورعي كلها كسر كي وصل النقل وحي كلها الدنيا قابلة الدنيا الدنيا وين الدنيا هذا مركو دا حصة ميني مركو قاد شوضة مركو قاد شوضة نفط قبطه وحلقه بين عيد بريه قاركودنا وحلقه يا بادي مركيسا مركا أتكيسي بضني تيني مركيسا ساقو لنتان أما حنو نخطر أيكو قادان قاد شادي مركا كبضت بضت 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 أخيرا ندي مركيسا حنو ندو كقادي قاد شاداس إنو لنتان لعكرت قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يا حار أنت نمي بحي إلهي حلالي وحلال أحد إله هذا هو حاران لقمي إلهي شيء إلهي حلالي رسول كيسو حلالي وحلال شيء النص حلالي قرآن أو سنة كدونا بها حلالي وحلال شيء رسولك حلالي وحلم ذي وحي إلهي حلالي وهي أمر إلهي إذن إلهي بكو حلاليني أي بكو حلاليني عمر بن الخطاب وحلق السورية إنه أركيد ضد مركا يعني مسجد كاسكفر ليا وسكع عبادي السنية مركا سوري محاو شقي سميدين شق حلال محاو شقي سميدين مركا سين نحن متوكلون الله بأن ترى صارنا زيدنا وحيري نبي قال وحن كم قلي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا متوكلين متين متواكلون بتين يعني أسبابتي بكتكتين أسبابتي أسباب الشريعة كوب النار روح هذا قادم وياي وإلى ذا الله ما أن ترى صارت إذا ترى صارت كيس وحوي وميدا صحيحة هاي ترى صارت صحيحة وين أسباب الشريعة أقولي تقف لي ماذا مركب روح على قصر النقل يا عمر بن الخطاب الولي وحن كره سنة يا إننا أركن روح سبه للا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة سبه للا وميد سكبا قمون ضأ وأن شقاء الدنيا هي شقاء آخرة ميدنا بكتشرين هو أرنشري يعني شاطبي فيا ضيعة العمر تمشي السبه لا لا تواضع ويسوقها هاي حرز الأمانية شاطبي ديس مركا وحان كره سنة يقول مدنا أركبوا للسبه لا لا وأن شقاء الدنيا الشقاء آخر مدنا بكتشرين عمل الدنيا عمل آخرتهم عمل كالدنيا هدو حلالي هي وفي عيها هدو ولما مركا يسا مركا وحان عد يعني حلك يدو سارية هي ووشقين ايو دي واجب قدنية قربه ونيونية هذا مركا قربه كفى بالمرء اسما أن يضيع من يقود يعني قفك وفلا دنبي
إنه ضيعوا عد قودين يقود كيسو سارة إنه ضيعوا رواية كان واحد الشيء يسأل أن يحبسه عمن يملك قوت مركضتك وحويا واجبك كسارة دو إنه كسب الرادية أوضونا أسبابتي لي مادة أسبابتي ولي مادة وحاب النبي والشيء عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة يعني حويا ضدك إسكا أباهم تاجريستا قبل السعر مرة إسكا مضح بنا يعد مركا وحوين الصعي أصمين يسا بمعنى كأصر الشقين يسا إددنا وحسين يسا وحلم ذي مجاهد في سبيل الله أيو لم ذي صحابة قاركود مروا حي أركين إن عدن يروح حق بضن مركا سايا اللي حق يساس هدو جهاد مركا كو هدو كو جهاد لها حق يساس وفعنا الله وإن عدن يروح حق بضن حق هدو كو جهاد لها وفعنا الله بلاي مركا النبي قال حلقة سورين عليه الصلاة والسلام أدو مركا يسا مركا حوان والد يعني تقدرن وقول شقينا يو جهاد بكتر جهاد أيو كتر مركا قفك النفتي السند إنه كسب حلال أرياديو وفي عن طهي وده بريادة ضدك وبريايو وحكفي عن كسب كحلاشة كسب كحلاشة مركو السميين وحروا كسد قضي السنية وحبوا بحصنية يعني اليد العودي آخر من اليد السفلة نفتي سوى كأنفعية عدي أقودين أيو كقودين أيو وهكذا وحو كلا دوشيخ ينوتي المامي عدي مركا مقال كيسا اي كم مقتو وانا كم مقضو اي ان مركا وحو حاران اي انو دنبي يعني مركا والله ايمان اي اي اشياء حاران انو اديك سنة اي وحاس اينا كم مقن ظاهر كيسو السلامة اي كم مقتو مع مريد سوا بنانت وحبال لقى ايبسن كرا وحبال لقى ايبن كرا هدو وحكو سياء لقاضن كرا مال كيسنا ان لو ويديو ليا حقاتك كنت انا مصار هدو قف ويديو على سبيل احتياط ويديو وبنانته لكن ولا قف يعني شيخ هو جاز أي مركا يري لكن حتى سؤال شاسي مركا حون يعني مشى وكل اللي ولا قف يعني ويا ظاهر كيس مره ذي سلامة كم وغته بار كاسي تكلف وي نهينا عن التكلف لأنه ما درنا يا سؤال شي قرينا عاوي سهدي تما ضو وقار لكن قرينا عاوينا يسهدين يشرين وحين نخلص في غير محله وطعمر القش جاي نوري يا صاحب الميزاب لا تخبرنا يعني مدبا ويديه ادو بيه ومركيسه مال ميل وجري ايو مركيسه مركا دوغاغو ما سو غلا ما كعبان افك ما غريان تينو طوفار اي اي واخ لميد عرف غريي اي واخ دوني انو سؤال مركيسه لا تخبرنا انو ورمي ما غاب عنا لا نسال وحنا قرصوبه ما ويدينو عد كما وريسنا ما غاب عنا لا نسال قتيد مدينو داي هلكا اسك جوغو والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.